تركيستو باريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب ينضم إلينا للإجابة على هذه الأسئلة وأكثر. سركيس أهلا وسهلا بك معنا. ملفت ما يحدث بالنسبة للنفط فوق مستويات 63 دولار. السؤال الأول، ما هو السقف المتوقع بالنسبة لبرنت على يعني المدى المنظور، وما هو تقديرك الشخصي لحجم علاوة المخاطر الجيوسياسية أو الريسك بريميوم المضمون ضمن هذه 63 دولار؟ بالفعل هناك طلب إيجابي على النفط بسبب التوقعات في أن نرى المخاطر الجيوسياسية ومخاوف المتداولين في الأسواق المالية حول العالم من تفاقم هذه المخاطر السياسية. لكن في نفس الوقت هنالك يجب أن ننظر أيضا إلى الأساسيات التي حركت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وهنا أريد النظر بداية إلى آخر البيانات التي صدرت من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. فلو قارنا الأسبوع الأخير من عام 2020 ولاحظنا كم كان المخزون الأمريكي، فقد كان مرتفعا بمقدار 9% عن متوسط الخمس سنوات، لكن خلال آخر البيانات التي صدرت وتحديدا في آخر ثلاث بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية شهدنا تراجع في المخزون الأمريكي فاق التوقعات بالإجمال. وفوق هذا أيضا هنالك انخفاض في المخزون الأمريكي دفعه إلى أعلى من المتوسط لمثل هذا الوقت في هذه السنة عند 2%، وهذا يعتبر أقل كثيرا من مستوى فوق 9% فوق متوسط الخمس سنوات. وأضيف على ذلك أيضا بأن مصافي التكرير في الولايات المتحدة أيضا ارتفعت قدرتها أو ارتفع تشغيلها من 80.7% إلى حوالي 83%، وهذا يدل إلى زيادة حقيقية في الطلب. لا يجب أيضا أن نتغاضى عن الخفض الذي قامت فيه منظمة أوبك طبعا وحلفائها، والذي أيضا رافقه خفض طوعي في الإنتاج من المملكة العربية السعودية. هذه الظروف مجتمعة دفعت في أسعار النفط للارتفاع سابقا، ومع تزايد المخاوف الجيوسياسية أيضا ارتفعت أسعار النفط أكثر فأكثر. فنلاحظ عقود النفط الأمريكي الخفيف صعدت لمستويات فوق 60 دولار، وعقود برينت عند 63 دولار، وهذه كلها أسباب داعمة للاعتقاد بأن المتداولين حاليا يرون ليس فقط مخاوف من انخفاض المعروض في الأسواق المالية، بل أيضا توقعات في التعافي في الطلب العالمي خلال النصف الثاني من هذه السنة. وهذا ما يجعلني أعتقد بالفعل بأننا أمام المزيد من الارتفاع، إن كان بأسعار عقود نفط عقود برينت أو أيضا النفط الأمريكي الخفيف التي ربما ستصل كأسعار عند 65 دولار بالنسبة للنفط الأمريكي الخفيف. وهذه أيضا توقعات كانت معروفة من أغلب الشركات التحليلية التي أشارت لاحتمالية ارتفاع الأسعار. فعلاوة المخاطر التي حصلت ربما تكون مؤثرة بدولار أو دولارين، وقد تمتد أيضا للمزيد من هذا الارتفاع. لكن في الحقيقة هنالك متغيرات أساسية بالفعل داعمة لمزيد من الارتفاع في الأسعار. يعني الأساسيات لا تزال قوية وتدعم هذه المستويات فوق 60 دولار. سركيس، بكل الأحوال اليوم الأسواق الأمريكية والصينية في عطلة رسمية، ولكن ما شهدناه خلال الفترة الماضية هو استمرار للرالي على أسواق الأسهم وتحديدا وول ستريت. الداو جونز أغلق آخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستويات تاريخية. هناك تعويل إلى الآن على حزم التحفيز الأمريكية بتقريبا تريليوني دولار أمريكي. إلى أي مدى ترى بأن الأخبار الإيجابية المتعلقة بهذه الحزمة وبموضوع توزيع لقاح كورونا أيضا في أمريكا تم تسعيره من قبل الأسواق والأسهم الأمريكية؟ العديد من الأسباب هي التي تحفز الارتفاع في مؤشرات الأسهم الأمريكية، بل إن نظرنا إلى العديد من الدول العظمى حول العالم فسنشهد فيها ارتفاعات في أسواق الأسهم. وهذا ما حصل اليوم في جلسة طوكيو التي ارتفع فيها مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته منذ عام 1990 ليلامس 30,000 نقطة. وهنالك حالة من التوجه في الأسواق المالية للبحث عن استثمارات، فهذه الحالة من البحث عن الاستثمارات تعتبر نوعا ما هي ارتفاع في شهية المخاطرة. لكن لو نظرنا إلى الأسباب الحقيقية وراء توجه رؤوس الأموال إلى أسواق الأسهم، فسوف نلاحظ بداية الانخفاض الكبير في عوائد الودائع وأيضا بالنسبة للسندات. فالبنوك المركزية حول العالم وتحديدا في الدول العظمى خفضت أسعار الفائدة لمستويات قياسية متدنية، وهذا أيضا ما رافقه انخفاض الفوائد التجارية في البنوك أيضا التجارية.
وهذا أيضا أثر على عوائد السندات. ولو لاحظنا حتى الارتفاع الذي حصل في عوائد سندات أمد استحقاق 10 سنوات في الحكومة الأمريكية، سنلاحظ بأنه ارتفع إلى فوق 1.2% لأول مرة منذ شهر 3 عام 2020. لكن حتى هذا المستوى يعتبر منخفض لو قارناه في مستويات على الأقل كانت عند 1.3% خلال الأعوام 2018 و19، بل شهدنا عوائد عند 3%، وهذا ما يقلص العوائد في الأدوات ذات العوائد الثابتة مثل السندات والودائع المصرفية، وهذا ما يجعل العديد من رؤوس الأموال يبحثون عن بديل لهذه الاستثمارات، ويجدون حاليا أسواق الأسهم التي تحفزها أيضا توقعات أيضا السيطرة على جائحة كورونا، وكذلك سياسات التحفيز التي تتبعها العديد من الحكومات حول العالم وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية. ومع انتظارنا لحزمة التحفيز الأمريكية قد نشهد المزيد من التدفق للسيولة نحو أسواق الأسهم، ورغم أني أرى أن هنالك انتقائية في القطاعات لكنها قد تستمر بالارتفاعات خلال الفترة المقبلة، لأنه برأيي ليس هنالك أفضل حاليا من هذه الأسواق التوجه لها لحفظ المخاطرة والقدرة الشرائية للنقد. شكرا لك سركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.